السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم الزبادي. وحشتونا يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. بكرة رمضان ان شاء الله، بس انتوا عارفين ان النت عندنا قطع، فهنعمل لكم الزبادي. المقادير معانا طبعا كوبايات مرصوصة في صينية، ومعانا كيلو لبن من اللبان، ما ينفعش اللي هو مبستر، ومعانا كوباية زبادي بلدي او في السوبر ماركت اللي تلاقيه، ومعانا معلقتين لبن بودرة، ومولعين طبعا الفرن على الهادي، يا دوبك تسخن ونطفيها تاني. هنحط ال هنحط لبن البودرة على الزبادي ونضربه كده بالطريقة ديت. لازم تفك الزبادي من بعضه كده باللبن البودرة. لو مش عايزة تحطي لبن بودرة اللي يعجبك عندك حطي، هو بيزود القيمة الغذائية بتاعته وبيدي وش للبن. عايزة تحطي حطي، مش عايزة خلاص. لازم نضرب الزبادي الأول بره كده قبل ما تحطيه على اللبن. بعد ما نعمل معانا كده بالطريقة ديت هنضيفه على اللبن كده بالطريقة دي. اللبن بيبقى دافي زي دمعة العين بالظبط. بتغليه قبلها بيوم ولا حاجة. عايزة تاخدي الوش بتاعه خديه اللي يريحك اعمليه، وبعد وتاني يوم بتدفيه او في نفس اليوم تغليه وتسيبيه لما يهدى خالص، اما يبقى زي دمعة العين عشان ما ينفعش يبقى سخن. وهنخلط مع الزبادي بالطريقة ديت، وهناخده ونضربه في الخلاط. وضربناه في الخلاط زي ما انتم شايفينه بالشكل ده اهو. ما يبقاش فيه تكتلات خالص للزبادي. هنصبه في الكوبايات. المهم الكوبايات تبقى ناشفه، تبقى ناشفه خالص، ما يبقاش فيها نقطه ميه. لو فيها نقطه ميه الزبادي هيفك مني. وهنصب مقدار الزبادي اللي احنا عايزينه في اي كوبايات عندك، بلاستيك ازاز اللي عندك. والكيلو عمل لنا المقدار ده اللي قدامكم دوت. هنغطيه بفوطه واحنا طبعا مدفيين الفوط. هيتغطى بفوطه زي كده، فوطه مطبخ، او لو عندك ورق المونيا اي حاجه بتغطيه بالطريقه دي، وتطفي الفرنه ويتحط في الفرنه. ومن تحت في الصاجه اللي من تحت بتكوني جايبه صينيه فيها ميه مغليه، بتتحط تحت الزبادي، مش في صينية الزبادي، في صينية لوحدها المية المغلية، وتحطيه في قلب الفرن وتقفلي عليه، وبعد 4 ساعات تبص عليه. لو جمد بتاخديه تحطيه في التلاجة، ما تسيبوش أكتر من 4 ساعات. لو لقيتيه لسه بيتهز بالكوباية بتسيبيه كمان ساعة، وما يطلع إن شاء الله نوريهولكم. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد الزبادي ما خلص. الوقت بصوا شكله جميل ازاي وماسك بعد ما قعد في الفرن. ما بصوا جامد ازاي وطعمه جميل في منتهى الجمال. احمد داقه واحنا دقناه، جميل وناعم احلى من بتاع بره. واهم حاجه بعد ما تفتحيش عليه وهو في الفرن وهي مطفيه،
يقعد 4 ساعات بالظبط ما تزوديش، وبعد كده بتاخديه بتحطيه في التلاجة. بصوا شكله جميل ازاي، بصوا عامل ازاي، بصوا. وده الزبادي يا جماعة، لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتدونا لايك عشان القناة تكبر بيكم وليكم، ونقدم لكم أحسن وصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.